أصدقائي المتابعين، جولتنا اليوم في أقدم أسواق إسطنبول. تابعونا للنهاية ولا تنسونا من اللايك. أصدقائي المتابعين، حبايب القلب، جولتنا اليوم في أقدم سوق في إسطنبول وأكبر سوق في إسطنبول، اسمه جراند بازار. طبعا هذا الشيء المميز اللي فيه انه كبير وفيه كل انواع البضاعة اللي واحد ممكن يفكر فيها او يبحث عنها. طبعا جاي اقسام، هو سوق الذهب والفضة، سوق الملابس، سوق الاواني، سوق التحف. اصدقائي طبعا هو سوق كبير وكله دخلات، وممكن تقضي اليوم كامل وانت تفتل فيه وتكتشف حالك انك ما خلصت. ومن الأشياء المميزة فيه هذا السوق أنه ممكن تلاقي البضاعة مش موجودة إلا بهذا السوق بس. طبعا حاولت أني أصوره كامل بس ما قدرت بسبب مساحته وكبره، وطبعا الواحد بيضيع فيه أنه كله دخلة بتفوت على دخلة تانية، على بازار تاني، على دخلة ثالثة، فأنت بتضيع وين أنت بلشت وين أنت نهيت. طبعا في بضاعة مقلدة وفي بضاعة أصلية، في بضاعة مميزة كمان ممكن ما تلاقيها إلا هون. يعني ممكن للحظة بتحس حالك انت داخل مدينة عبارة عن سوق، من كبره ومن دخلاته ومن جماله. ومن ناحية اهم اشي، ناحية الاسعار، طبعا الاسعار متنوعة، هوا قيمتها وهوا تميزها. أكيد وين ما كان قطعة مميزة رح تكون سعرها غالي، بس قطعة العادية رح تكون سعرها رخيص. وهون الحلو بالموضوع أو المميز بالموضوع، في تنافس بين التجار الموجودة هون، فممكن تلاقي أشياء أرخص من أي مكان خارج السوق هذا، وممكن تلاقي أشياء مميزة ما في إلا هون وتكون سعرها غالي. وهي طبعا مئذنة تابعة للجامع، هي الجامع فوق. طبعا للحظة بتحس حالك داخل متاهة، بس متاهة حلوة، يعني كلها أسواق وأشياء حلوة، شيء مشجع انك تتفرج عليها. يعني يوم كامل يدوب تخلص هذا السوق. هذا كشك لبيع الذهب والفضة. هذا القسم داخل السوق اسمه البازار، طبعا فيه محلات واكشاك من ذهب واواني وملابس، كل الاشياء اللي ممكن الواحد يحتاج، ومحلاته حلوه ولطيفه.
طبعا انا ما قدرت اني اصور السوق كامل لانه راح ياخذ وقت كثير، راح يكون فيديو طويل ويكون ممل ومو حلو، فصورت اللي بقدر عليه. ان شاء الله انه يكون نال اعجابكم. طبعا موقع السوق راح يكون في صندوق الوصف اسفل الفيديو، بامكانكم تروحوا عليه بكل سهوله، مواصلاته سهله. لما تفوت على الموقع يعطيك المواصلات اللي راح تطلع فيها لتوصل للسوق. وهون قسم خاص للملابس. أصدقائي هيك بكون خلص معنا فيديو اليوم، إن شاء الله يكون نال إعجابكم. لا تنسوا من دعم القناة والاشتراك، ولا تنسونا من أهم إشي اللايك.